ليله فاتح محرم تنمشيو للحمام وتنقول تيقولوا لينا دروكا ما غاديش نقيسوا الصابون ولا حمام ولا والو حتى نهار 9 في الشهر. اما سائر السيمانه اللي كاينه تنعجنوا الخريشلات كل جيران تيتجمعوا وكل وحده تتعجن نهارها وتنتجمعوا نهار 9 ايام تنخرجوا تنشريوا الطعارج والفاكهه ونشريوا التكاشط على علا وعلم العيالات كاملين تيديروا التكاشط والبنيات وفي العشيه تنمشيو للحمام في الليل تنتجمعوا الجيران ديال الحومه كامله والدرب كله تيتجمعوا وتنباتوا تنلعبوا بدوك الطعارج اللي شرينا وتنخلطوا ديك الفاكهه اللي جبنا الغد ليه نهار زياره نهار عاشوراء تتفق الوالده تتجبد الماء الاول اللي تتجبد من البير تتهزو في السطل وتتبدا ترش المحل كامل تتقول لك تتزمزم المحل. هادشي علاش خرجوا زمزم؟ هادشي علاش تايقولوا زمزم. حنايا ديك الفاكهه اللي صوبنا في الليل تتزمزمها وتن ندلو داك النهارات ليلة عاشوراء تنديرو ديالة عليها سكسو تناكلوها في دارنا الغد ليه تنديروها في الغداء عند شي واحد اخر هكا كاع ديك الايام كاع اللي عنده ديالته تيديرها والعائلة تتجمع والافراح والحمد لله كلشي داز بخير. يا خرسلات نمشيو الحوايج جداد طارجة والدادو ونلعبو وهذاك السي ونطلقو الشعار ايوا هو هذا كان مراكشيين الطعريجه تتعنينا بعاشورة تنجمعو تنحتفلو تنديرو ديال سكسو بالديالة تنديرو قريشلات الفاكية والرجال تا هما تيقورو تيديرو الدقة المراكشية تنحتفلو تنجمعو تنباتو تنلعبو تنصبعو